بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقاً. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقاً، فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلى من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا قال السائل: أسألك بنبيك، فإن كان يريد بهذا الإقسام على الله، تكون الباء باء القسم، فهذا ممنوع بالإجماع، بإجماع أهل العلم، لأنه لا يجوز الحلف بالمخلوق على المخلوق، فمن باب أولى لا يجوز الحلف على الله بالمخلوق. وأما إذا كان معنى الباء السببية، أسألك بنبيك أي بسبب نبيك الذي أرسلته، فهذا وقع فيه النزاع. ما هو معناه أن الشيخ يجوز هذا كما توهم المحشي؟ الشيخ لا يجوز هذا، سبق رأيه، لكن هو يقول ساغ النزاع، يعني وقع النزاع بين العلماء، بعضهم أجازه، بعضهم أجاز هذا وبعضهم منع، والشيخ ممن يمنع هذا، ولكن هو يحكي أن هذا فيه نزاع. النزاع إذا وقع ما يمكن أنه يجحد، يبين، لكن يبين الراجح والصواب. فالقول الصحيح من النزاع أنه لا يجوز، أن هذا لا يجوز، ولو كانت الباء للسببية، إلا إن كان يقصد كما سبق، إن كان يقصد بنبيك يعني باتباع له والإيمان به، يقصد بنبيك أي بإيمان به والاقتداء به ومحبته، فهذا جائز، لأن هذا توسل بالعمل، لأن محبة الرسول واتباع الرسول والاقتداء بالرسول هذا عمل صالح، أو يسأل الله بعمله الذي حصل له مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا المعنى غير ظاهر من السؤال، من قولها أسألك بنبيك، لكن يحتمل. فإذا كان هذا هو القاصد فهو سائغ، إن كان القصد السببية من غير نية الاتباع والاقتداء هذا لا يجوز. نعم. وفيه فرق بين المقسم وبين السائل، هذا واضح، أن المقسم يؤكد، المقسم يؤكد ويلزم، فإذا أقسم على الله معناه أنه يلزم الله عز وجل، هذا سوء أدب مع الله. أما السائل فإنما هو يعرض عرضا على المسؤول، يعرض عرضا على المسؤول ولا يلزمه، بينهما فرق كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا.
نعم. فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، يعني برأيه، يناسب الإجابة برأيه، برأي السائل. هم معنى أن الشيخ يؤيد هذا، لكن هذا برأي السائل. نعم. والمقسم أعلى من هذا، فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم. نعم، يكون ملزم، يكون ملزم. إذا أقسم فمعناه أنه يلزم المسؤول. نعم. والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر قسمه، فإبرار القسم خاص ببعض العباد، وأما إجابة السائلين فعام، فإن نعم. الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. أي نعم، الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر، ثلاثة يجيب دعوته ولو كانوا كفرة كالمضطر، فإن الكفار إذا اضطروا ودعوا الله أجابهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعوه وهم في البحر تتقاذفهم الأمواج ويخشون من الهلاك، سألوا الله مخلصين له الدين، فإن الله يجيبهم وينجيهم هذا المضطر. وكذلك المظلوم، المظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مع أنه أرسله إلى النصارى في نجران، فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المضطر وهذا المظلوم. والثالث ما ذكر الاثنين يا شيخ؟ نعم، فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة المظلوم وإن كان كافرا. نعم نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر؟ قال: الله أكثر. هذا فيها أن الداعي إذا دعا الله عز وجل مؤمنا به فإن الله لا يضيع دعوته، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعد أن يستجيب وهو لا يخلف وعده. فإذا توفرت شروط قبول الدعاء، إذا توفرت شروط قبول الدعاء فإن الله لا يضيع هذه الدعوة، ولكنه جل وعلا يختار للداعي ما هو خير له، يختار للداعي ما هو خير له، إن كان الخير أن يعجل له دعوة عجله، وإن كان الخير أنه يعطيه غيرها أحسن منها فعل، فهو جل وعلا يعلم مصلحة الداعي، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يعطيه خيرا منها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، يصرف عنه من الشر مثلها. فدعوة الداعي إذا توافرت شروط الإجابة فإنها لا تضيع عند الله عز وجل. نعم. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ إذا نكثر من الدعاء، لما رأوا أن الدعوة لا تضيع عند الله قالوا: إذا نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، أي أكثر خيرا وأكثر فضلا. نعم، وأكثر إجابة. نعم.
وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلا وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة. لو صبر المحشي إلى أن قرأ هذا ما أشكل عليه، الشيخ ما يقر، يقول ساغ فيه النزاع، وهو لا يقر القول بالجواز، إنما يحكي النزاع فقط. ثم إنه ذكر أن الأئمة لا يجيزون هذا، وهو يؤيد هذا، ساقه من باب التأييد. نعم. وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم، وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إنه لا يجوز. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، لأن في من يزعم كما يأتي أن مالكا أجاز هذا. الشيخ ينفي هذا عن مالك، ينفي هذا عن مالك نفيا باتا، وأن مالكا رحمه الله لا يخالف الأئمة في منع هذا، أما نقل عنه غير صحيح كما يأتي. نعم. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، ليس في المعروف، المعروف من مذهب مالك، وأما المنسوب إليه هذا موجود، لكن المعروف من مذهب مالك والثابت عنه أنه لا يجيز هذا. نعم. ليس في المعروف من مذهب مالك ما يناقض ذلك، فضلا أن يجعل هذا من مسائل السبب، فمن نقل أن يجعل هذا، يعني مالك. نعم. فضلا أن يجعل هذا من مسائل السبب. نعم. فمن نقل عن مذهب مالك أنه جوز التوسل به بمعنى الإقسام به أو السؤال به، فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص به. فضلا يقولون المخرفون، يقولون إن اللي ما يسأل بالرسول أو بالولي متنقص له، لأن الرسول له حق وجاه عند الله، والولي له جاه عند الله، فالذي لا يتوسل إلى الله بحق الرسول وبحق الولي متنقص له. انظر كيف التلبيس على الناس. ليس في هذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للأولياء، وإنما هو إخلاص التوحيد، تعظيم الله جل وعلا. نعم. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا أعد. فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه، فضلا عن أن يقول مالك إن هذا سب للرسول أو تنقص به. أي نعم، لأنهم نسبوا إلى مالك هذه الفرية. نعم. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي، وقال الإمام مالك كره ما هو أقل من ذلك، وهو سيدي يا سيدي، لأن السيادة لله عز وجل، هو السيد، فهو يكره أن يقال لشخص يا سيد أو يا سيدي، لأن السيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، قال إنما السيد الله. نعم. فمالك يكره كلمة سيد، فكيف يجيز السؤال بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. بل المعروف عن مالك أنه كره للداعي أن يقول يا سيدي يا سيدي، وقال قل كما قالت الأنبياء يا رب يا رب يا كريم. نعم. وأيضا الله هو السيد، الله هو السيد سبحانه، لكن لا يسأل بهذا اللفظ، لا تسأل الله بهذا اللفظ، تقول يا سيدي، قل يا رب، هذه دعوة الأنبياء، الأنبياء يدعون الله بقولهم يا رب يا رب. أما لفظة السيد وإن كانت ثابتة لله وهي من أسمائه،
لكن لا يسأل بها، لأن هذا الشيء لم يرد. والذي ورد من دعوات الأنبياء أنهم يقولون يا رب، وكذلك في الحديث الذي يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب يا رب. فالدعاء بالربوبية أكمل من الدعاء بالسيد، هذا شيء غير معروف. نعم. وكره أيضا أن يقول يا حنان يا منان، فإنه ليس بمعثور عنه، ليس بمعثور عن مالك رحمه الله أنه يقال يا حنان يا منان يا منان، كما أنه لا يقول يا سيدي يا سيدي، وإنما يدعى الله بالرب سبحانه وتعالى. والمنان ثابت أنه من أسماء الله أو متأكد، لكن الحنان ما ثبت. نعم. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذا لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره؟ إذا كان مالك لا يجيز سؤال الله ببعض أسماء الله كالسيد والمنان والحنان، إذا كان يكره هذا، مع أن المنان من أسماء الله والسيد من أسماء الله، لأن هذا لم يرد، لا يكرهه لأنه لم يرد في الأدعية الثابتة، فلا أن يكره أسألك بنبيك من باب أولى. لا، نعم، التوسل إلى الله بنبيه من باب أولى أنه يكرهه. نعم. فإذا كان مالك يكره مثل هذا الدعاء إذ لم يكن مشروعا عنده، فكيف يجوز عنده أن يسأل الله بمخلوق نبيا كان أو غيره، وهو يعلم أن الصحابة لما أجدبوا عام الرمادة لم يسألوا الله بمخلوق لا نبي ولا غيره، بل قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. نعم، عام الرمادة عام جدب، حبس المطر عن الناس فأجدبت الأرض، واحتاج الناس إلى الغيث فاستسقوا إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عند انحباس المطر أنه يشرع الاستسقاء. كانوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويقولون ادعوا الله أن يسقينا، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويطلب من الله السقيا فيسقون، كما حصل في الرجل الذي دخل المسجد يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فشكى الجدب و هلاك الأموال وانقطاع السبل، قال ادعوا الله أن يسقينا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الخطبة ودعا الله، فنزل المطر في الحال واستمر أسبوعا ينزل إلى الجمعة الأخرى، حتى دخل ذلك الرجل من الجمعة الثانية فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يمسكها عنهم، لأنه كثر الماء، أن يمسك المطر عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت عنهم السحابة وخرجوا يمشون في الشمس. فهذا كان فعل الصحابة ما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يدعو الله لهم، وهذا مشروع أن تطلب من العالم من الرجل الصالح أن يدعو الله لك أو للمسلمين، هذا شيء مشروع. لكن لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وأجدبوا في خلافة عمر
احتاجوا للمطر، ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، لأنه ميت والميت لا يطلب منه شيء. عدلوا إلى عمه العباس لأنه حي، فقال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك، يعني بدعائه أتسقينا، وإننا اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل بنبيك، يعني بدعائه فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فدعا العباس فسقاهم الله. فعدولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يطلبون منه يوم أن كان حيا، عدولهم عنه إلى العباس، لماذا؟ لأن العباس حي حاضر عندهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ميت وغائب، فلا يطلب منه شيء عليه الصلاة والسلام بعد موته. نعم، فالتوسل بالنبي بعد موته لا يجوز، ولا يطلب منه دعاء ولا غير دعاء. نعم. وكذلك ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، يعني في حياته. نعم. لم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق، لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره، بمخلوق. أما السؤال بالدعاء النبي أو دعاء الصالحين، طلب الدعاء منهم، فهذا مشروع. نعم. وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. حديث الأعمى، أنا قلت لكم إنه فيه نظر، صار النظر في رواية أخرى، حديث أعمى آخر غير الأعمى الذي جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا صحيح، إنما فيه حديث آخر سيأتي أن أعمى جاء إلى عثمان رضي الله عنه، يعني ما معنى الحديث كذا، إلى عثمان فلم يلقي له بالا، فطلع خرج مغموما لأن الخليفة لم يلقي له بالا، فلقيه عثمان بن حنيف رضي الله عنه فسأله ما حاله، قال كذا وكذا، قال اذهب توض قاس على ما حصل للأعمى الذي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له اذهب توض ثم صلي وادعو، وجاب له دعاء الأعمى الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي لم يثبت، وسيتكلم الشيخ عليه إن شاء الله في ما يأتي أن هذا لم يثبت في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلما نعدل؟ لو كان طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لقالوا اطلب من الرسول يدعو لنا، أفضل من العباس، واستمرارا لما كنا عليه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعدل؟ ما قالوا هذا، بل هم أقروا عمر رضي الله عنه، أقروه على عدوله عن الرسول إلى العباس، ولم ينكروا عليه، كان هذا إجماعا منهم على أن الميت لا يطلب منه شيء. نعم. فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته، وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل،
وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي يضرب به المثل في الجدب. نعم، فلو ما قالوا هذا لعمر، قالوا نطلب من الرسول، لأن الرسول هو أفضل الخلق وهو أفضل من عمه العباس وأقرب إلى الإجابة، فلماذا نترك السبب القوي ونذهب إلى السبب الذي دونه؟ ما قالوا هذا، بل أقروا عمر على صنيعه، فدل على أن الميت لا يطلب منه شيء ولا يتوسل به إلى الله. نعم. والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، وهذا أيضا أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه في خلافته حصل عليهم الجدب بالشام، فتوسل إلى الله بدعاء الأسود بن يزيد الجرشي، وكان من الصالحين، طلب منه الدعاء فدعا فسقاهم الله. نعم. ولم يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد ابن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس. نعم، هذه سنة، التوسل بدعاء الصالحين سنة، لكن يكونون موجودين حاضرين، لا يتوسل بالأموات ولو كان الميت أفضل من الحي. نعم. وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. نعم، هذا موجود في كتب الفقه، ومن أقربها متن الزاد، أنهم يقولون في صلاة في باب الاستسقاء، يقولون يستحب التوسل بالصالحين وأهل الخير، بمعنى طلب الدعاء منهم، كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر مع العباس، وكما فعل معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي. هذه سنة ماضية، سنة ماضية، ومعناه طلب الدعاء منهم، ما هو بالتوسل بذواتهم، وإنما التوسل بدعائهم، لأن عمر قال قم يا عباس فادعوا، دل على أن المراد دعاؤهم، وكما فعل معاوية مع يزيد بن الأسود، قال له ادعوا الله فدعا، وهذا شيء واضح، لكن ما من لا يريد الحق ما لا حيلة فيه، لكن لابد من البيان لئلا يغتر من يغتر بهذا. نعم. وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح. نعم. قالوا وإن كان من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل اقتداء بعمر. نعم، وإن كان هذا الرجل الصالح من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل بيته، فإنه أفضل من بقية الصالحين، لأن له مزيتين، مزية الصلاح ومزية القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر مع العباس. نعم. ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. نعم، لم يقل أحد من العلماء المعتبرين إن الله يسأل بالمخلوق، لا نبي ولا غير نبي، لا يسأل بالمخلوق، وإنما يطلب من المخلوق إذا كان من الصالحين أن يدعو الله. نعم، لأنه أقرب إلى الإجابة لصلاحه. نعم. وكذلك من نقل عن مالك
أنه جوز سؤال الرسول أو غيره بعد موتهم، أو نقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي وأحمد وغيرهم وغيرهما، فقد كذب عليهم. من نقل عن الأئمة الأربعة أنهم يجوزون سؤال الله بالمخلوق من الصالحين أو الأنبياء فقد كذب عليهم، ليس في كلامهم الثابت عنهم شيء من ذلك. هذا قد يكون في كلام المتأخرين من أتباع المذهب، ولكن هذا لا ينسب إلى الإمام. إذا غلط واحد من أتباع المذهب فلا ينسب غلطه إلى إمام المذهب ويقال هذا رأي مالك. نعم. ولكن بعض الجهال ينقل هذا عن مالك ويستند إلى حكاية مكذوبة عن مالك، ولو كانت صحيحة لم يكن التوسل الذي فيها هو هذا، بل هو التوسل بشفاعته يوم القيامة. الذي ينقل القصة ستأتي مع أبي جعفر المنصور الخليفة. نعم. ولكن من الناس من يحرف نقلها، وأصلها ضعيف كما سنبينه إن شاء الله تعالى. يعني قصة أبي جعفر المنصور. نعم. والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره، بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه. القاضي عياض له كتاب في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الشفاء، كتاب الشفاء في حقوق المصطفى، كتاب جيد وضخم. لم يذكر هذا في كتابه أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، مع أنه استوعب كل ما ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. والشفاء كتاب مشهور عند العلماء، وهو للقاضي عياض اليحصبي من أئمة المالكية. نعم. والقاضي عياض لم يذكرها في كتابه في باب زيارة قبره. نعم. بل ذكر هناك ما هو المعروف عن مالك وأصحابه، وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. الذي يشرع في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته هو احترامه وتوقيره ومحبته واتباعه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع. ليس المشروع أننا نتوسل به إلى الله أو نطلب منه الدعاء أو غير ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما ذكرها في سياق أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. نعم. من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره واحترامه وحقه علينا أننا نجل أحاديثه، أننا نجل أحاديثه الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، لأنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فلا يجوز لأحد أن يخوض في الأحاديث الصحيحة برأيه وجهله فيصحح ويضعف ويعبث فيها ويقول هذا تخريج للأحاديث، ويعبث بكتب العلماء ويحشي عليها ويفسد الأدلة التي بنوا عليها كلامهم ويقول ضعيفة إلى آخره، مثل ما يحصل الآن من العبث بالكتب وهدم أدلتها وتجميع الكلام حولها. هذا أفسد كثيرا من الكتب وقلل الثقة بها وبمؤلفيها. فيجب احترام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
وأن لا يشتغل به إلا من هو متخصص من المحدثين المشهود لهم بأنهم من أهل الحديث حقا. كما أيضا لا يجوز العبث بكلام العلماء واحتقار كلام العلماء إلا إذا كان خطأ فيبين، لكن من غير تنقص لهم. وأقصد العلماء المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخطأوا، أما علماء الضلال فهؤلاء لا حرمة لهم، لكن نقصد العلماء علماء أهل السنة. لو حصل من أحد منهم خطأ لم يتعمده فإنه يبين بأدب احترام لا بتنقص وترخيص لكلام أهل العلم. نعم. أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه. وذكر عن مالك قال الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فيغض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، فإذا سلمت عليه الصلاة والسلام فلتقف بأدب ولا ترفع صوتك بالسلام عليه أو أشد من ذلك توسل به أو أشد من ذلك الإشراك به وطلب الحاجات منه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا إساءة أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تدعو عند القبر، وإنما كما يأتي إذا أردت أن تدعو في المسجد تستقبل القبلة، هذا هو الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت لم تأته لأجل طلب الحوائج منه، وإنما جئته زائرا ومسلما فقط، لم تأته بعد موته لطلب الحوائج منه صلى الله عليه وسلم، هذا شرك لا يجوز. ولا ترفع صوتك عنده، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فيغض الصوت عنده صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وكذلك عند أحاديثه حينما تقرأ الأحاديث أو تسمعها من القارئ أو من الإذاعة أو من، فإنك تحترمها وتستكين عندها وتجلها وتعظمها، لأنها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. مش السبب، انتبهوا. قال: وحج حجتين، يعني أيوب. نعم. فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. يعني روى عنه مالك، روى عن أيوب السختياني لما رأى من أدبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكى، عرف أنه يعظمه ويعظم أحاديثه، فلا يمكن أن يحدث عنه بحديث
غير ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فلذلك روى عنه الإمام مالك رحمه الله. نعم. وقال مصعب، أعد العبارة دي. وذكر عن مالك أنه سئل عن أيوب السختياني فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. قال: وحج حجتين فكنت أرمقه فلا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. نعم. وقال مصعب ابن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي. مصعب ابن عبد الله من أصحاب الإمام مالك ومن حملة مذهبه. نعم. وقال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد ابن لقد كنت أرى محمد ابن المنكدر. لو رأيتم ما أرى، يعني من تعظيم العلماء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمد بن المنكدر، وكان سيد القراء، لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد، وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. نعم. ولقد جعفر بن محمد من أهل البيت، من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، جعفر الصادق. هو جعفر الصادق. نعم. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة، ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله. نعم. ويجلون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجلون أحاديثه، يحترمون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعبثون بها بحجة التحقيق وكما يفعل الآن. نعم. ولقد كان عبد الرحمن ابن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه. نعم. ولقد كان عبد الرحمن ابن القاسم. نعم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد. نعم. ابن القاسم الذي روى المدونة عن الإمام مالك. نعم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ولقد رأيت الزهري وكان لمن أهنأ الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس ويتركوه. وهذا كل هذا من إجلالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامهم لأحاديثه. نعم. وهذا كله نقله القاضي عياض من كتب أصحاب مالك المعروفة، ثم ذكر الحكاية بإسناد غريب منقطع. هذه الحكاية التي أخذوا منها التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن مالكا أمر أبا جعفر المنصور بذلك، قد كذبوا عليه. نعم. ثم ذكر الحكاية بإسناد غريب منقطع، ذكرها في الشفاء يعني. نعم.
رواها عن غير واحد إجازة قالوا الإجازة, الإجازة معناها أن يجيزه في مروياته ومؤلفاته, يقول ارويها عني, وهي أقل من السماع وأقل من نعم. قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر ابن دلهات قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد ابن الفرح قال حدثنا أبو الحسن عبد الله ابن المنتاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن أبي إسرائيل قال حدثنا ابن حميد قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله أدب قوماً فقال تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوماً فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وذم قوماً فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً. هذا صحيح, كل هذا صحيح, هذا مأخوذ من الأدلة, لكن ما يأتي هو محل النظر. نعم. فاستكان لها أبو جعفر أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا محل الغرابة. نعم. فقال ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة, بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم, هذه علامات الكذب عليها واضحة. نعم. قلت وهذه الحكاية منقطعة, انقطعة السند, يعني انقطعة السند, الانقطاع في السند أن يسقط منه راو فأكثر, إذا سقط منه راو فهو منقطع, إذا سقط منه راويان فهو معضل, إذا سقط من أوله فهو معلق, إذا سقط من آخره فهو مرسل. نعم, كل هذه أنواع انقطاع. نعم. قلت وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا. هذه الرواية منقطعة الإسناد. نعم. فإن محمد بن حميد الرازي. نعم. لم يدرك مالكا لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور, فإن أبا جعفر توفي بمكة, فكيف يحدث عن مالك وهو لم يدركه؟ هذا الانقطاع. نعم. فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100 طريقه للحج. نعم. وتوفي مالك سنة 79 و100 متأخر عنه. نعم. وتوفي محمد ابن حميد الرازي سنة 48 و200 متأخر عن مالك. نعم. ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. نعم. وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث, كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال صالح بن محمد الأسدي ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. وقال يعقوب ابن شبيبة مع الانقطاع هذه حاله أيضا. نعم. حتى لو اتصل هذه حاله. نعم. وقال يعقوب بن شبيبة كثير المناكير. وقال النسائي ليس بثقة. وقال ابن حبان ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفي سنة 42 و200. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي توفي سنة 59 و200. وفي الإسناد أيضا من لا يعرف حاله. وهذه الحكاية هذا مع الانقطاع ومع حالة الراوي, وأيضا فيه رجال لا يعرف حالهم, مجهولون مجاهيل. هذا إسناد هذه القصة التي قال فيها مالك لأبي جعفر لا تصرف وجهك عن الرسول
ولأنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. واستدل بالآية ولو أنهم، هل مالك يستدل هذا الاستدلال؟ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هل مالك يرى أنه يأتي للرسول يطلب منه الاستغفار مثل يوم كان حي؟ حاشا وكلا. نعم. وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. نعم. ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند، فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ هذا إن ثبتت عنه. نعم. وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه. مسألة في الفقه كيف بالعقيدة؟ نعم. بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها؟ يعني روى عنه يعني عن مالك، إذا روى عنه إيه؟ فكيف بحكاية إذا روى عنه، يقول بل إذا روى عنه فأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون عن مالك يعني كالوليد عن مالك الشاميون علماء الشام. نعم. بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، لأن مالك رحمه الله بالمدينة، يعتمدون الرواية عن مالك من أهل المدينة لأنهم في بلده. نعم. وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدرك وهو ضعيف عند أهل الحديث؟ إذا كان لا يقبلون رواية أهل الشام عن مالك، فكيف يقبلون رواية الخراساني عن مالك؟ هذا بعيد كل البعد، بعيد في البلد وبعيد في الزمان أيضا. نعم. مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة. يوم القيامة، ما قال وسيلتك الآن وسيلة أبيك آدم الآن، إنما هو يوم القيامة، يوم حينما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حيا بعد بعثه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنهم الأمم تطلب منه الشفاعة وهو حي وهو موجود، فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء بين العباد، الشفاعة العظمى. وهذا يختلف عن حال عن 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 أمر الدنيا بعد موته صلى الله عليه وسلم، فكان يطلب منه في الدنيا على قيد الحياة، ويطلب منه في الآخرة إذا بعثه الله، لكن يطلب منه في الدنيا بعد موته هذا باطل. نعم. مع أن قوله وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة، ما قال وسيلتك ووسيلة أبيك آدم وسكت، قال يوم القيامة يعني بعدما يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، في فرق بين هذا وهذا. نعم. إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة، حينما يطلب منه الشفاعة بفصل القضاء للخلائق، الشفاعة العظمى. نعم. وهذا هو التوسل بشفاعته يوم القيامة، وهذا حق كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. نعم. حين يأتي الناس يوم القيامة آدم ليشفع لهم، فيردهم آدم إلى نوح، ثم يردهم نوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، ويردهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. نعم، هذا من كما أمره الله بقوله جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. هذا من التحدث بنعمة الله، لا من باب الافتخار، وإنما هو من التحدث بنعمة الله. التحدث بنعمة الله شكر لها، لأن أنواع الشكر ثلاثة: التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله جل وعلا. إذا تمت هذه الأمور صح الشكر، أما إذا فقد واحد منها فإن الشكر لا يصح. نعم. ولكنها مناقضة لمذهب مالك المعروف من وجوه، أحدها قوله: أستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول الله وأدعو؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. هذا منكر، ما يقول الإمام مالك ادعو مستقبلا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موتي. القبلة هي واحدة، قبلة المسلمين في الصلاة وفي الدعاء واحدة، هي الكعبة، هي الكعبة، ليس هناك قبلة ثانية أبدا، لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. قبلة المسلمين واحدة وهي الكعبة المشرفة. فكيف يقول مالك لأبي جعفر: اصرف وجهك عن القبلة التي هي قبلة الله جل وعلا التي شرعها لعباده إلى القبر؟ هذا يقوله مالك. نعم. فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. نعم، السلام تستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عادة المسلم، الأحياء والأموات سواء، تستقبلهم. يتسلم على واحد وأنت ملديه وراك ما هو مناسب، لكن تستقبله في السلام، هذا نعم هذا مشروع، وهذا هو السلام. أما الدعاء فلا. نعم، تستقبل بيت الله سبحانه وتعالى. نعم. أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده، ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه، بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. كما هو مقتضي السلام، مقتضى السلام أن تستقبل من تسلم عليه. نعم. هذا قول أكثر العلماء كمالك في إحدى الروايتين والشافعي وأحمد وغيرهم، وعند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه أيضا. نعم، هم أشد، الحنفية أشد حتى وقت السلام لا تستقبل. نعم. ثم منهم من قال يجعل الحجرة على يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك، ويسلم عليه. ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عندهم. ومع هذا الحنفية يعني. نعم. ومع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر، لذلك قال القاضي عياض في المبسوط عن مالك: قال لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. نعم، السلام فقط، يستقبل القبر وقت السلام ولا يطيل السلام. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر أتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، ثم ينصرف. هذا هو أدب السلام. نعم. عن مالك قال: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. قال: وقال نافع: كان ابن عمر
يسلم على القبر رأيته 100 مرة. نافع مولى، نافع مولى ابن عمر. نعم، مولى ابن عمر. نعم. وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر رأيته 100 مرة أو أكثر، يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف. ورؤيا واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم وضعها على وجهه. قال: نعم. وعن ابن أبي قصيط والقعنبي، هذا وضعه لو صح، وضعه يده على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، يحرص على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى الأمكنة التي صلى فيها أو جلس فيها من باب الاقتداء لا من باب التبرك كما يظن الجهال. ابن عمر لا يتبرك يطلب البركة من المجالس أو من الأخشاب أو من، إنما كان يفعل هذا من شدة حبه للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن حرفها الخرافيون وقالوا هذا دليل على التبرك، وأن ابن عمر يرى التبرك. نعم. قال: وعن ابن أبي قصيط والقعنبي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، القعنبي. نعم. وعن ابن أبي قصيط والقعنبي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم، ثم استقبلوا القبلة يدعون. قال: وفي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الليثي، نقف عند هذا، نعم، عند فعل ابن عمر مع المنبر. نعم، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع اليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ لا ترفع اليد، لا ترفع اليد، هذا من فعل الجهال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه ورؤية قبره فقط؟ من أجل السلام عليه هذا مشروع، بدون سفر، بدون سفر، إذا سافرت تقصد الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتدخل زيارة تبعا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فهو لأجل الصلاة في هذه المساجد. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، السفر لأجل الصلاة فيها هذا سنة. وأما السفر لزيارة القبور، لا قبور الأنبياء ولا غيرهم، فهذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى الشرك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر السفر للمساجد: لا تشد الرحال، وفي رواية: لا تشد بالنهي الرحال، يعني السفر، إلا إلى 3 مساجد. فلا يسافر لأجل العبادة والصلاة في مكان إلا في المساجد 3، ويدخل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا، لا يسافر من أجل السلام. أما رؤية القبر فلا يمكن أن يراها، القبر مصون محاط ولا يمكن أن تراه، لا يمكن أن ترى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه محاط بالجدران. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعضهم في المسجد النبوي والذين يصلون أمام القبر يقومون بعد الصلاة فيسندون ظهورهم إلى الجدار ويمدون أرجلهم إلى جهة القبر، فهل هذا الفعل جائز؟ كيف؟
يقول يقوم بعض المصلين في المسجد النبوي الذين يصلون أمام القبر بعد الصلاة يسندون ظهورهم إلى الجدار ويمدون أي جدار؟ ما عنده جدران خارج غير جدران الحجرة أو ما عنده جدران يسندون ظهورهم إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد المدرسين لنا في المدرسة بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل في المسجد اضطراراً، لأنهم لما وسعوا المسجد احتاروا هل ينبشون قبره عليه الصلاة والسلام أو لا، فتركوه وأدخلوه في المسجد من باب الاضطرار، فهل كلام المدرس صحيح؟ هذا كلام من عنده من كيسه، لا ما أحد قال بهذا، لا أحد قال بهذا، الذي أدخله الوليد بن عبد الملك تصرفا منه ولم يقره عليه أهل العلم في وقته، لم يقروه عليه ولم يستشرهم ويأخذ رأيهم في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن في صلاة الاستسقاء هل لنا أن نتوسل بالصالحين؟ وما المراد بالصالحين الذين يستسقى بهم؟ أنت عرفت المقصود، المراد بالتوسل بالصالحين طلب الدعاء منهم، تقول ادعوا الله أن يغيث المسلمين، هذا المقصود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، معاوية رضي الله عنه وأرضاه صحابي ويزيد الجرشي تابعي، فهل يفهم من هذا أن يزيد أفضل من معاوية، أم أن فعل معاوية من باب التواضع رضي الله عنه؟ يزيد من الصالحين، يزيد من الصالحين الأتقياء، فطلبوا منه أن يدعو. نعم. وهم يؤمنون، والذي يؤمن كالذي يدعو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، السؤال كيف يكون الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام؟ السلام عليه دعاء، السلام دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين طلب الدعاء من الميت وبين طلب قضاء الحوائج منه وصرف بعض العبادات له؟ كله لا يجوز، لا يطلب من الميت شيء، لا دعاء ولا طلب حوائج، كله لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن السيد من أسماء الله، ولكن لا يجوز للعبد أن يسأل الله بهذا الاسم، فكيف يعرف طالب العلم الأسماء التي يجوز أن يدعو الله بها والتي لا يجوز؟ وهل يمكن أن ترشدوننا إلى كتب تعتني بذلك؟ بعض الأسماء تمتاز على غيرها، مثل الاسم الأعظم، مثل يدعى الله بالأسماء التي وردت في القرآن الدعاء بها، دعوات الأنبياء يقولون ربنا ربنا هكذا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما قالوا يا سيدنا، نحن نتبع ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الخطباء وبعض الأئمة في دعاء القنوت يردد قول يا حنان يا منان، يقول بعض الخطباء على المنبر وبعض الأئمة في دعاء القنوت يردد بقول يا حنان يا منان، فهل هذا ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ينكر عليهم؟ كما سمعتم أنه يقال يا رب يا ربنا، ولا يقال يا منان، يقال يا ربنا، هذا هو الأولى، هو جائز أن تقول يا منان، جاء في الحديث أسألك بأنك أنت الله المنان، جاء في الحديث الدعاء باسم المنان، لكن الغالب والأكثر الرب،
يا ربنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أشكل علي الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله وقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. إيه، ما قال أنا السيد، قال أنا سيد ولد آدم. فإذا أضيف مثل ما تقول رب الدار ولا تقول الرب، السيد المطلق هو الله. أما أن تقول فلان سيد بني فلان، سيد القبيلة الفلانية بمعنى رئيسهم، فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم أن نكتب على الرسائل إلى السيد فلان ابن فلان مطلقا؟ إذا كان هذا اسمه، لأن بعض الناس يسمي سيد، إذا كان هذا اسمه فلا بأس. أما تقوله من باب التعظيم فلا تقل هذا، قل إلى الأخ أحسن، إلى الأخ فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أنه لا يؤخذ تصحيح الأحاديث إلا من أهل الاختصاص وهم أهل الحديث، فهل هم أناس معروفون في هذا العصر حتى نأخذ منهم؟ والله ما نعرف أحد في هذا العصر، لكن أهل الحديث هم الذين درسوا الرواية والرجال، درسوا الرواية والرجال وعرفوهم وعرفوا الأسانيد، هؤلاء هم أهل الحديث. أما مجرد أنك تنقل من الكتب، تجي وتنقل قالوا فلان وقالوا فلان، ما هو محدث، هذا معناه ناقل فقط. نعم. وقد ينقل خطأ، كثر هذا، كثر ما ينقلون خطأ. نعم. فالناقل لا يعد محدثا، يعد ناقلا وقد يخطئ كثيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان ذلك جائز فكيف تكون؟ لا تجوز زيارة النساء للقبور مطلقا، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن، قال لعن الله زوارات القبور، وفي رواية لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلا يجوز للنساء أن تزور القبور، لا الرسول ولا غيره، لعموم هذا الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الناس إذا أراد أن يقرر أمرا ذكر فيه الخلاف وقال: وقد اختلف فيه العلماء والخلاف سائغ ولا إنكار في مسائل الخلاف، ومن ذلك مسألة التوسل التي قرر شيخ الإسلام أن الخلاف فيها سائغ، فهل قولهم صحيح؟ لا، ما يجوز أنك تقول هو يكون الخلاف يسوغ، لأن الناس ما هو على مستوى واحد في العلم، قد يكون بلغ بعضهم ما لم يبلغ الآخر، قد يكون بعضهم أعلم من بعض، فهو سائغ الأصل، لا سائغ الأخذ به إلا بدليل. ما نأخذ من أقوال العلماء إلا ما يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة، ما هو معنى إذا وجد الخلاف فالأمر واسع كما يظن بعض الناس. الخلاف يوجد، ولكن العبرة بما يقوم عليه الدليل من الأقوال، ولا تبرأ الذمة إلا بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: والتعليم لا يجوز للمدرس أنه يجيب الخلاف للطلاب المبتدئين، الطلاب المبتدئين لا يجوز له يجيب الخلاف، يقرر الكتاب اللي معه، يشرح الكتاب اللي معه المقرر، يبين ألفاظه ويبين مدلولاته. وأما أنه يجيب الخلاف هذا ما هو مقرر عليه، وهذا يضيعهم ولا يكون عندهم حصيلة، أو ربما يلقي في قلوبهم الشك في المسائل. هذا الخلاف إنما يذكر عند أهل العلم وعند المحصلين، أما عند الطلاب المبتدئين وطلاب المدارس هذا لا يسوغ أبدا، أو على المنابر في الخطب لا يذكر الخلاف، يذكر القول الصحيح، لأن الناس ما تتسع عقولهم ومداركهم لهذا الخلاف ويتحيرون أيضا. نعم.
يقول قول بعض أهل العلم في هذه المسألة يمنع من الحكم عليها بالبدعة، فلا يقال إن التوسل بالذوات بدعة لأنه أشكل علينا ذلك. إيش يقول؟ هل قول بعض أهل العلم في هذه المسألة يمنع من الحكم عليها بأنها بدعة؟ لا لا، بدعة. اللي يمنع من الحكم عليها بأنها بدعة هو المبتدع، إلا بدعة ولا تجوز، ولا يجوز المخالف للكتاب والسنة من الأدعية، ما يجوز، بدعة. ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا تتردد في أن ما خالف الدليل أنه بدعة. نعم. والتوسل بالأشخاص بدعة خالف للدليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا عرفنا أن دعوة المظلوم مستجابة، فهل يستجاب له إذا ظلم ودعا لنفسه وأهله بالخير، علما بأنه استغل ظلمه من غيره بدعائه لنفسه وأهله بالخير فقط؟ إذا دعا على الظالم تقبل، إذا دعا على الظالم، هذا هو المقصود، من باب القصاص، من باب القصاص والعدل. فإذا دعا على الظالم تستجاب دعوته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا طالب متفوق حصلت على نسبة عالية في الثانوية، فأصبت باكتئاب ووسوسة، وذهبت إلى الأطباء النفسانيين فصرفت مبالغ كبيرة على هذه الأدوية ولم أستفد، واستخدمت الرقية وأنا على ما أنا عليه منذ شهور عديدة، وأنا قليل الرغبة بالعلم والدراسة، وأتمنى الموت في كل لحظة. سؤاله: ماذا أصنع؟ هل أرجع إلى الأطباء مرة أخرى لأنهم يقولون هناك علاج آخر، لأن الأول لعله لم يناسبني، أم ماذا أفعل؟ أرشدوني وفقكم الله. عليك بالصبر، عليك بالصبر والإكثار من الدعاء الصباح والمساء والورد، استعمال الأوراد الشرعية صباحا ومساء، والإكثار من الدعاء، ولا تيأس، الله قريب مجيب. وإذا كان هناك أدوية مباحة ونافعة استعملها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يوجد هناك مسجد في زاوية إحدى المقابر، ولا يوجد في هذا المسجد قبور، ولا يوجد مكان قريب في نفس الحي لإقامة مسجد آخر، فهل يتم هدم هذا المسجد أم ماذا يصنع به؟ هذا إن كان في المملكة، يعني في بلدنا، تكتب عنه، تكتب عنه للإفتاء ينظر فيه. أما إن كان خارج المملكة فلا دخل لنا في مساجد خارج المملكة، لكن لا تصلي فيه ما دام أنه مرتبط بالمقبرة وملتصق بها، لا تصلي فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم تقبيل المصحف خاصة إذا سقط على الأرض ثم رفعه، فهل له أن يقبله؟ ليس هناك دليل على تقبيل المصحف، إلا أن بعض الصحابة فعل هذا، أظن عكرمة فعله رضي الله عنه، فلا ليس هناك دليل يعتمد عليه في تقبيل المصحف. وإذا سقط في الأرض ارفعه من الأرض يكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذي قرئ في بداية الدرس وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين، يقول ساغ النزاع، ما قال ساغ السؤال بالأنبياء والصالحين، ما قال ساغ السؤال بالأنبياء، يقول ساغ النزاع، الخلاف يعني، ساغ الخلاف في السؤال بالأنبياء بين العلماء، والخلاف ليس دليلا على الجواز، ليس دليلا على الجواز، الدليل من الكتاب والسنة. نعم. يقول: والذي عندنا في نسخة مجموع الفتاوى وشاع النزاع، أليس بينهما فرق يؤيد رأي الشيخ؟ لا، ما في فرق، ما
الخلاف موجود، موجود أو شاع ولا ساق، المعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا دكتور في الكلية، لكن يمكن أن يقال شاع أنها أخف من وأوضح من ساق، لأنها تشوش على بعض الناس، إذا قيل شاع هذه أخف، الله أعلم، يحتاج إلى تحقيق من اللفظة هذه، مع أن معناها واضح. الشيخ ما قال ساغ السؤال بالنبي، يقول ساغ الخلاف، الخلاف تعرفون أن هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، نعم هذا من الخلاف السائغ، نعم، لكن أنه يدل على الجواز لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا دكتور في الكلية يثني على أرسطو وأفلاطون ويقول إن الأخير من عقلاء العالم، ويقول نفع عقله عاد، ما نفع عقله، إذا لم يؤمن بالله فهو من أهل النار، ولو كان عاقلا، لو كان مجنون صار من أهل النار، وما يصير في النار إلا الكفار العقلاء الذين يعرفون الحق ويعرفون الباطل ومع هذا يتبعون الباطل، أما لو كان مجنونا ولا يميز لم يكن من أهل النار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المشروع بعد دفن الميت؟ هل من المشروع أن ترفع الأيدي للدعاء له؟ نعم، يرفعون أيديهم ويدعون الله ويستغفرونه للميت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أن يرفع يديه عند المرور بالمقبرة ويقول الدعاء المذكور؟ نعم. هل يجوز للشخص أن يرفع يديه عند المرور بالمقبرة ويقول الدعاء المذكور؟ ما ورد هذا، ما ورد أنه يقول الدعاء المذكور، هذا الوارد هذا صحيح، أما أنه يرفع يديه ما ورد هذا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.